السلام عليكم. واخيرا سويت الترند شوكولاتة دبي، وبعد هاليوم بهذا الفيديو الجديد سويت كيكة شوكولاتة دبي. طبعا وصفة جدا سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة. شوفوا ليها ما شاء الله تبارك الرحمن، كيكة شوكولاتة دبي باسهل طريقة ومقادير ويا وصفات ضحى العراق. اذا هاي اول مرة تتابعون قناتي دوسوا لنا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل وصفاتي السهلة والسريعة واكيد جدا لذيذة. نبدأ وصفتنا بسم الله. المقادير بالتفاصيل مذكورة قدامكم على الشاشة، وراح تلقوها أيضا مكتوبة أسفل الفيديو. لهذا الفيديو ولكل الفيديوهات اللي موجودة بقناتي تقدرون تستفادون من عندها بكل الأوقات. راح أضيف 3 بيض بحرارة الغرفة. طبعا دائما بالنسبة للكيك والمواد تكون درجة أولى، كل ما تكون نوعية المواد وجودتها أفضل راح تنطيكم نتيجة وطعم أفضل. راح أضيف ظرف من الفانيلا، كوب واحد من السكر، وهنا راح اخلط على سرعة عالية حتى يتجانس عندي ويذوب كل حبيبات السكر وتصير بشكل خليط كريمي متجانس بهذا اللون والقوام. راح اسرع لكم الفيديو حتى لا يطول عليكم. راح اضيف نصف كوب من الزيت وايضا نصف كوب من الحليب، وراح اخلطها بالمضرب اليدوي خلطة بسيطة. كيكة شوكولاتة دبي بأسهل طريقة ومقادير تقدرون تجربوها وتنجح عندكم من أول مرة، فقط التزموا بالتعليمات اللي راح أوضحها لكم خلال الفيديو. وهنا راح أضيف الطحين، كوب ونصف، وراح أضيف نصف كوب من الكاكاو الباودر وظرف واحد من البيكنج باودر. كل المواد تكون عندي بحرارة الغرفة، وتقدرون انه تحضرون المواد قبل ما تبدون بعمل الكيك. طبعا مثل ما قلت لكم قبل، وهذه المرة من ابدا بخلط الكيك اكون شغلت الفرن حتى يحمى عندي من الاسفل، وبعدها من ادخل الكيكة اضبط الحرارة على 180. هنا راح اخلط المواد كل زين حتى تتجانس عندي وتروح من عندها كل التكتلات، صار عندي الخليط جاهز. راح اخليها بقالب مستطيل، وراح اغلفها بورقة زبدة حتى تصير عندنا اطيب كيكة بالشوكولاتة راح نستخدمها لعمل كيكة شوكولاتة دبي. غلفت القالب بورق الزبدة حتى لا يلتصق عندي. تقدرون تدهنوا بالطحينة لكن هذه النتيجة تكون أفضل. طبعا راح أخليها على فرن حار من الأسفل فقط لمدة 10 دقائق. انتبهوا بنات، 10 دقائق فقط، لأن الكيكة تستوي بسرعة وما تأخذ وقت طويل، أو 5 دقائق من الأعلى أكيد مع المراقبة. شوفوا ليها ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا عندي الكيكة صارت جاهزة ومستوية بربع ساعة فقط. وهنا أكيد راح نحضر الحشوة، راح اقلبها واقسمها الى قطعتين حتى نضيف عليها حشوة الكنافة. حشوة الكنافة حضرتها في فيديو سابق، راح اكتب لكم مقاديرها بالتفاصيل اسفل الفيديو. شوفوا ليها ما شاء الله تبارك الرحمن شلون صار قوامها عندي ومستوية ولونها ذهبي. هنا سكين خاصة للتقطيع عندي، راح اقسمها الى قطعتين حتى احشيها بحشوة الكنافة، نفس الحشوة اللي استخدمتها الشوكولاتة دبي. الكنافة تكون عندي محمصة، وراح أضيف عليها زبدة الفستق والحليب المكثف وأخلطها إلى أن تكون عندي بشكل كريمي. هنا سقيت الكيكة بمي بارد ويا كاكاو، وراح أضيف عليها الحشوة الكنافة بهذا الشكل، أحاول أوزعها، وراح أضيف عليها الكيك الطبقة الثانية. احاول اخلي القالب يكون متساوي، طبعا انكسر جزء عندي مو اشكال. وهنا ذوبت الشوكولاته بحمام مائي وراح اصبها على الوجه، وصارت عندنا اطيب كيكه شوكولاته دبي. وصفه سهله وسريعه ولذيذه تقدرون تجربوها وتعتمدوها، وعلينا وعليكم بالف عافيه. شوفوا ليها ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا راح اوزعها اتاكد انه الشوكولاته تصير بكل الجوانب حتى لما تتجمد عندي تاخذ شكل القالب. وهنا راح اقطعها ايضا،
وصارت وصفتنا جاهزة. شوفوا لي اياها ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا طعمها جدا مميز ولذيذ. اذا جربتوا هذه الوصفة وعندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله ارد عليكم باسرع وقت. وصفات سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة، واكيد تنجح عندك من اول مرة. كيكة شوكولاتة دبي باسهل طريقة ومقادير ويا وصفات ضحى العراق. إذا حبيتوا تسوون شوكولاتة دبي راح أخلي لكم رابط الفيديو أسفل هذا الفيديو. وصفات سهلة وسريعة وأكيد جدا لذيذة. شوفوا ليها ما شاء الله تبارك الرحمن، وهنا قطعناها وأكيد طعمها ويا الحشوة جدا جدا لذيذة. إذا حبيتوا هذا الفيديو خلونا لايك وشاركونا الفيديو ويا أهلكم وصديقاتكم حتى الكل يستفادون من هاي الوصفات السهلة والسريعة واللذيذة. دعمكم القناة يشجعني حتى أقدم لكم المزيد من الفيديوهات السهلة والسريعة واللي مكوناتها متوفرة بكل بيت، وهنا طعم خيال أتمنى تجربوها. وأهلا وسهلا بكم وسهمكم العافية. وصفات ضحى العراق.